أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الأعزاء نحن رأينا أنواع اللام أولا اللام للتعليل ثانيا اللام للجحود ثم اللام زائدة ثم اللام لام الأمر ثم اللام لام الابتداء ثم اللام مزحلقة ثم اللام فارقة الآن جينا إلى اللام زائدة اللام الزائدة نوعان أولا زائدة جارة يعني تعمل الجر وزائدة لا عمل لها لا تجر فالأولى قد مر ذكرها قبل ذلك رأينا كما تعرف لا زائدة والثانية بمعنى زائدة لا عمل لها تكثر زيادتها في خبر المبتدأ سبحان الله يعني عمل يوك سعيد لكاتب تمام مبتدأ يعني تأتي قبل مبتدأ شيء قبل الخبر أو خبر أن المفتوحة الهمزة مثل مثل أو ألا أنهم لا يأكلون الطعام تمام أن ثم لا فهمت أخي وفي خبر لكن مثل ولكن زيدا لمسافر الله الله وفي خبر زال مثل ما زال علي لنشيطا الله الله وفي المعمول الثاني لرأى كما تعرف رأى وأعلم وأمثاله يعني تأخذ مفعولين أو ثلاث مفاعيل مثل أراك تمام لشاتمي Yani bana söven birisi olarak görüyorum seni. Erake era mudari' merfu biddammetil mukaddere vel fail damirun müstetirun takdiruhu ene vel kafu damirun muttasilun mebniyun alel fetk fi mahalli nasbin mef'ulun bih evvel le şatimi ellamu zaidetun la amele leha şatim mef'ulun bih sanin mansubun وعلامة نصبي الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة أو منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة يعني المناسبة للياء يعني ياء uygun olmadığı için والياء ضمير تصل في محل جر بالإضافة جينا إلى نوع آخر من اللام اللام واقعة في جواب لو أو لولا كما تأتي اللام يعني قبل الخبر للمبتدأ أو كذا كذا رأينا قبل ذلك الآن تأتي أيضا لو أو لولا في خبر هي الواقعة في جواب لو أو لولا ولا عمل لها مثالها داخلة على جواب لو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لام هنا جواب لو جاءت في جواب لو لو حرف شرط غير جازم كان فعل ماض تام فيهما جر ومجرور متعلقان بفعل كان آلهة فاعل مرفوع إلا الله الكلمتان بحكم الكلمة الواحدة صفة لآلهة كما تعرف إلا هنا بمعنى غير هل خطر ببالك؟ رأينا فسدتا تمام أزر دلارم وصفة المرفوع مرفوعة لفسدتا اللام واقعة في جواب لو ولا عمل لها فسدتا فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل جملة كان آلهة ابتدائية تمام لو كان آلهة لا محل لها من الإعراب جملة فسدت جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب هذا مثال داخلة على جواب لو جينا إلى مثالها داخلة في جواب لولا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ترى ben bunu Türkçe söyleyeceğim. Eğer bugün Amerika ve Rusya, Avrupa birbirine girmişse
tam bu ayet geçer. Eğer Yüce Allah diyor, İslam düşmanlarının bir kısmını bir kısmıyla bertaraf etmeseydi, tamam mı? Yoksa ben Ukrayna'daki mazlumlar için bir şey demiyorum. Yeryüzü fesada ulaşırdı. Öyle zulmettiler ki Müslümanlara, bir kelbi bir kelbe musallat edecek Allah. Evet. Lefesedet ve levla elvavu hesebe ma kablaha levla harfu şartin gayru cazimin def'u mübtede haberuhu mahtufun vücuben bak ve huve mudaf Allah lafzul celale mudafin leh lafzan merfuun mahallen ala ennehu failul mastari def'u ennase mef'ulun bihlil mastari def'u ba'dahum bedelun minen nase vel ha'u damirun fi mahalli cerin bilidafe ببعضٍ جار ومجرور متعلقان بدفع لا فسدت اللام واقعة في جواب لولا ولا عمل لها فسدت فعل ماض والتاء للتأنيث الأرض فاعل مرفوع جملة الدفع مع الخبر المحذوف ابتدائية لا محل لها من الإعراب جملة لا فسدت جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب فهمت؟ جينا إلى اللام الأخرى اللام واقعة في جواب القسم أخي العزيز في الخبر بعد في جواب لولا لو وفي جواب القسم يعني هؤلاء يشبه بعضها بعضا يعني ولكن ينبغي أن نحفظ هذه القواعد يعني وهي لام لا عمل لها تدخل في جواب قسم ظاهر مثل أقسم بالله لأكرمنك أو في جواب قسم حذف ولم يبق منه غير الجار حسب ديليور أما مثل وتالله لأكيدن أصنامكم تمام وتالله فقط بقيت من القسم المجرور أو في جواب قسم محسوف لم يبق من جملتي شيء لقد جاء الربيع تمام؟ يمكن لأكرمنك اللام واقعة في جواب القسم أقسم لا عمل لها لأكيدن اللام واقعة في جواب القسم المحسوف لقد اللام واقعة في جواب قسم مقدر والتقدير والله لقد جاء الربيع يعني ما ناؤه جينا إلى نوع آخر من اللام اللام موطئة للقسم يمينه hazırlıyor bu da yani diyor ki yemin gelecek ha dikkat et bir yeminli cümle gelecek ha demek موطئة يعني بمعنى موطئة de denilebilir وتسمى اللام المؤذنة أيضا يعني يمين geleceğini haber veriyor. وهي اللام التي تدخل على حرف الشرط الجازم إن. Bak, إن'in üzerine لئن. وفائدتها تنبئ أن قبل الشرط قسما. Bak, şarttan önce bir yemin olduğunu işaret ediyor. ولذلك فإن الجواب يأتي للقسم المقدر قبل الشرط. لا للشرط نفسه. الله الله. لأن القاعدة أنه إذا اجتمع قسم وشرط نحن قرأنا هذا فالجواب للسابق منهما جواب şimdi قسم وجواب bir araya geldiğinde جواب kime aittir hangisi önceyse قسم المثال ولئن نصروهم ليولن الأدبار يعني والله ولئن الواو حسب ما قبلها اللام موطئة للقسم أو موطئة إن حرف شرط جازم نصروهم نصر فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة في محل جزم بإن والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به ليولن اللام تمام يعني بمعنى قد ذكر قبله القسم يعني تمام يعني ها
اللام واقعة في جواب القسم المقدر. يول فعل مضارع مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وسبب بنائه على حذف النون اتصاله بنون التوكيد الثقيلة، تعرف يعني ليولن. وواو الجماعة المحسوفة لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد الثقيلة ضمير متصل في محل رفع فاعل، ونون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب. الأدبار مفعول به منصوب، جملة القسم المحسوف باك أقسم، الله الله، أقسم لئن نصروهم ليولن الأدبار، يعني تنبئ هذه اللام بأن قبل الشرط يوجد قسم. Çok güzel bir şey ya. جملة إن نصروهم اعتراضية بين القسم المحسوف وجوابه، لا فلا محل لها من الإعراب. جملة ليولن جواب القسم ليس جواب الشرط، لا محل لها من الإعراب. جينا إلى النوع الأخير من اللام، اللام للبعد، أنتم تعرفون ذلك كمثل ذلك، وهي الداخلة على أسماء الإشارة وتفيد أن المشار إليه بعيد، مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافس. İşte bu konuda yarışanlar yarışsın. Cenneti kastediyor. Cennetteki nimetleri. وفي الواو حسب ما قبلها في حرف جر، ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بفي، والجار والمجرور متعلقان بفعل فليتنافس، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. غدا لا كثير من الأنواع إن شاء الله، غدا يعني ننتهي من لا، تمام أخي؟ جزاكم الله خيرا كثيرا وعلمنا الله علما نافعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Hey hey kardeş, hey hey hey. Şu ilginç hocam. Ne o? O lem hep gördüm de hiç neyin olduğunu bilmiyordum. Ne? Lem lil burat mesela. Ha tabii. Hep görüyorum orada yazıyor ama işte. Lem'in manasını bilmiyordum. Tabii 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 tabii. Mükemmel canım. Çok harika bir ders yani. Cidden harika bir ders. Keçeli ne diyorum? Bu kitabı okumayan Arapçası zayıf kalır. Bu hafta geldin miydi sonucu? Çarşamba. Heh, yarın son. Perşembe. Hayır, yarın. Yarın son. Tabii yarın son. Allah nasip ederse yarın saat 12'de çıkıyorum. Tamam. Buradan. Dönüş ne zaman? Dönüş bir hafta sonra. Ayın ikisinde. Tamam. Ayın ikisinde. O zaman destajına başlamış olurum. Tabii tabii. Tekrar saatle. Sen karar verirsin, bana yazarsın WhatsApp'la. Ben burada saat 6'dan itibaren buradayım. Elinden gelirse sürdürmek istiyorum hocam. Vallahi yani sen bilirsin. 8'de işte olacaksın. Burada 7'de başlamak isterim mesela. Tabii tabii tabii. Tabii. 8'de mi olman gerekiyor? 8.30 başlıyor. Nasıl yetişeceksin? 8.30'da yakın başlıyor. Yakın mı ki? 20 dakika. Ha 20 dakika. 7'den 8'e kadar okusak. Oo, 20 dakikada sürdürürüz. O zaman çok rahat. Çok rahat gidersin. Evet. Çok güzel olur. Yani bu ömrün bereketidir. Evet, ben ne sizi bulabilirim ne de akgünüzü zor bulursunuz. Evet. Bir de kimse cesaret edip de böyle umuma neşretmez. Hata yaparım. Benim öyle bir derdim yok. Nimettir hocam. Bilmediğimi tabii ki sorarım yani. Görüyorsunuz. Ama Cenab-ı Hakk'a şükür yani. Hiçbir mütalaa etmeden, bakmadan, hiç mütalaa etmeden ders okutan Celal Hoca dahil buna. Nadirdir yani. Bu da Allah'ın lütfudur yani. Ama görüyorsun çok az bazı kelimeleri bilmiyoruz veya meseleleri tamamlamıyoruz. Onun dışında Rabbimin ihsanıdır bu. Anladım. Öyle değil mi? Bitti. Torunum gibi. Bu bitmez ama gelince biter. Fazla bir şey kalmadı. Fazla bir şey kalmadı. Bitince de hem şey biter, hadis biter, hem bu biter.
biz de şeye başlarız. Tefsir ve Neylül Evtar'a başlarız. Tamam. 40 sayfa falan kaldı. Ha, ne olur. Günde 3 sayfa, 4 sayfa okuyoruz. Duruma göre. Bugün mesela La'ya girseydik bitiremezdik. Yarın tamamını bitiririz. Hayır, çok faydalı. Öteki gibi alıştırma vermiyor. Burada evet. Doğrudan hep metin, hep metin. Onun için biraz şey yapıyoruz. Yani. Öyle. Muhammed el-Antaki, Doktor Enes Eşşami. Çok güzel yazmışlar. Allah razı olsun. Hadi bakalım.